حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف اتوم AR2 كاميرا مميزة. شلون كاميرا هذه مميزة؟ كاميرا بيت او كاميرا مراقبة في بيتكم، حق اذا عندك عيال او اذا عندك خدامة او عشان سكيورتي عام في بيتكم. طبعا حائزة على جوائز عديدة. اي بطل الكرتون تطلع تتت خلين الكاميرا في براغي الظاهر كتيب other products by شركة نفسها وregistration ومانيول وهذه الشغلات. نطلع الكاميرا من القرطاس هذا الصغير والكاميرا اشوفها انها تتركب بالليتات، يعني مكان الليت تركب هذه الكاميرا. الكاميرا تتحرك تحت فوق وتتحرك 360 degrees، تشتغل بالليل الصبح وفيها cloud storage. أشوفها طريقة ذكية، ما يحتاج تجيب لك كهربتي ووصل لك وايرات بالسقف. فيها عدة سنسرز ان تشيك او تحس بالصوت لما اذا احد دخل الغرفة راح على طول تبدأ تصوره وتعطيك على ما اعتقد نوتيفيكيشن وتقول لك ان ترى في احد في هذه الغرفة اذا كان في حركة بالغرفة. فيها عدة سنسرز تشغل ليل ونهار. كاميرا يعني فول اوبشن لكنها شوية غالية، ذكية لانها تقدر تحطها مكان الليت. اذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك وسووا سبسكرايب، مهم جدا تسوون سبسكرايب. ما استخدمت هذه الكاميرا انا شخصيا لكن اعطونا اياها اي ماركت، شكرا لكم اي ماركت. حبيت ابطل لكم اياها واوريكم الكاميرا شكلها شلون صاير وشنو مميزاتها. شكرا لكم وحياكم بالزبده.